10 نواب وقعوا على اقتراح قانون الكوتا النسائية في البلديات من أجل وضعه على جدول أعمال اللجان النيابية للنقاش. منظمة الأمم المتحدة ومنظمة 50-50 والاتحاد الأوروبي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وكل من كان حاضرا في الموفنبيك أجمع على أهمية الكوتا النسائية واقتراح القانون، آملين بأن يصل الصوت إلى المجلس النيابي. الكتائب كانت أول من طالبت بالكوتا النسائية واعتمدتها، وكان قد أكد رئيس الحزب النائب سامي الجميل في مواقف سابقة وقوف الكتائب إلى جانب المرأة لأكثر من 80 عاما. ومن بين من وقع على اقتراح القانون الكتائب اللبنانية، النائب الياس حنكش شدد عبر صوت لبنان على أهمية الخطوة. بعتقد نحن كثير مؤخرين أنه نقر قانون بيساوي بين المرأة والرجل، وهذا موضوع مجبورين فيه، خصوصي أنه من بعد الممارسة تبينت أنه المرأة مرنا ممثلة بالوقت اللي هي تمثل نص المجتمع اللبناني، وعلينا مسؤولية كلنا وعدم حتى مناقشة هذا الموضوع بالمجلس، اقراره وتصويت عليه ونروح فيه للتطبيق، لانه البلديه خصوصا البلديه بالانتخابات البلديه اللي هي بتحفز النساء بالمشاركه خصوصا بال 50% بالمدن و 30% بالضياع، يلي يعكس شوي او بيقرب اكثر من صوره المجتمع الحقيقي. رئيسة جهاز التشريع في حزب الكتائب المحامية لارا سعادي قالت إن هناك حاجة ماسة لإقرار الكوتا النسائية، واعتبر المجتمعون في الموفنبيك أن إقرار الكوتا النسائية هي آلية مهمة لاستنهاض المرأة، وأن عدم الإمضاء على إقرارها هو نوع من التخلف السياسي. والجدير ذكره أنه للمرة الأولى في لبنان يتم الموافقة والتوقيع على اقتراح هكذا قانون. تراز الخوري، صوت لبنان.